نتكلم النهاردة على أسباب الإصابة بعدوى الفاشيولا، ونعرف السبب نقدر إنه نقدر نتجنب هذا الموضوع في البيئة بتنتقل العدوى عادة عن طريق الحيوانات سواء بالفاشيولا أو البلانيريا، إذ لا يساهم البشر عادة في دورة حياة الطفيل لأن هو بيكون العائل النهائي اللي هو بيصاب بالفاشيولا. في بعض الأحيان بيصابوا بالعدوى فقط بعد عدم مراعاة تدابير النظافة الأساسية، استهلاك الخضار النيء الملوث بالديدان أو مياه الشرب الملوثة باليرق. نمرة 2، لا تتكيف ديدان الأوراق بشكل جيد مع البشر، وفي بعض الحالات لا تنمو لتصبح ديدان بالغة ناضجة ولا تنتج البيض. في بعض المناطق بيكون الانتقال إلى البشر ثابتا أو مكثفا، ويمكن ملاحظة التجمعات الجغرافية للحالات. نمرة 4، ربما يفسر هذا النمط بدورة انتقال من الإنسان للحلزون إلى النبات إلى الإنسان دون إشراك الحيوان، إذ تمثل مجتمعات السكان الأصليين في مرتفعات أمريكا الجنوبية مناطق بتكون مناطق ساخنة معروفة بإبلاء المتورقات. هنا تم الإبلاغ عن عدوى منتشرة على نطاق واسع، ويمكن تفسيرها من خلال طريق الانتقال. طيب لو جينا نشوف بقى تشخيص الفاشيولا، بيكون تشخيص الفاشيولا او الاصابة بها او الاصابة بطفيليات الفاشيولا عن طريق عدة اختبارات بيقوم الطبيب المختص بتحديدها، وشغل الطبيب بقى وتكون على الشكل التالي. الاختبارات القائمة على الاجسام المضادة المنتشرة او المستضادات في عينات المصل والبراز متاحة ومفيدة خاصة في المرحلة الحادة، لكنها غالبا ما تكون معيارية بشكل سيء. بتعتبر تقنيات التصوير زي الموجات فوق الصوتية أدوات تكميلية مفيدة، وممكن للصورة السريرية النوحية أو تاريخ استهلاك الخضار المصاب التي تم تناولها أن تساعد في التشخيص. لا يزال التحديد المجهري للبيض في عينات البراز هو الطريقة التشخيصية الأكثر استخداما، لأنه على الرغم من أنه يمكن أن يعطي نتائج سلبية خاطئة في المراحل الحادة. يبقى هنا دي طريقة التشخيص، بنتكلم المرة الجاية ونكمل المرة دي بالمرة موضوع علاج الفاشيولا، وطبعا ده بيقوم به الطبيب بنسبة عالية جدا، مش احنا اللي هنعالج الفاشيولا. وده غرض أساسي نخلي بالنا ان احنا في كل هذه الفيديوهات من بدايتها لنهايتها احنا مش بنعالج من خلال النت، احنا بننوه فقط عن التشخيص عن العلاج، ولكن دي كلها حاجات اساسا هي عمل الطبيب، ولكن احنا اما بنذكر الموضوع بطريقة متكاملة عشان خاطر ناخد وقايتنا من هذه الامراض. يعني علاج الفاشيولا بالنسبة لعلاج داء المتورقات بعد تأكيد التشخيص بالمرض، لازم نتأكد من الطبيب يتأكد من انه شخص المرض بالفعل. بنذكر بعض الحاجات بننوه عنها، وقد يكون كل شوية بيظهر حاجات احدث. حاجة اسمها التريكلا بندازول، وهي الدواء الوحيد اللي اوصى به منظمة الصحة العالمية لعداء داء المتورقات البشرية، وجرعة موصى بها 10 ميلي جرام بير كيلو جرام كجرعة وحيدة، يمكن اعطاء جرعة مضاعفة 20 ميلي جرام بير كيلو جرام اذا فشل العلاج بالجرعة اللي فاتت. في بعض المناطق اللي يبدو هناك مجموعة من حالات داء متورقات البشرية بينبغي النظر في اعطاء التريكلا بندازول في العلاج الكيميائي الوقائي والتدخلات السكانية. في هذه الحالة بيعد العلاج الموجه للأطفال في سن المدرسة من 5 إلى 14 عام، أو العلاج الشامل لجميع السكان اللي يعيشوا في تلك المناطق من الخيارات المناسبة. الهدف من تدخلات العلاج الكيميائي الوقائي بهذا النوع من اللي احنا ذكرناه هو السيطرة على المرضى المرتبطة بداء متورقات عن تقليل عبء الدورة الدودة لدى الأفراد المصابين. للتأثير على تخفيف انتقال العدوى يجب أيضا تنفيذ إجراءات الصحة العامة البيطرية والتثقيف الصحي. مع السلامة.